من العلاج لدفع الهم والحزن الإيمان بالله والاستقامة على شرعه، هذا أول ما ينبغي للإنسان، أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويستعين ويستقيم على شريعته. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. من آمن بالله ربا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا، هذه تشير إلى توحيد الربوبية، ومن لوازم توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا توحيد الربوبية. إن الذين قالوا ربنا الله، والله تؤمن بتوحيد الألوهية، أن الله واحد لا شريك له، لا إله إلا الله، تؤمن بهذا ثم تستقيم على شرعه. يقول: إن الذين قالوا ربنا الله، هذه شروط تنزل الملائكة على المؤمن على المؤمنين ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم استقاموا، استقاموا على شرع الله. والاستقامة على شرع الله أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك.